بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الخامس في شرح درس جديد من دروس كتاب الرياضيات للصف الخامس الفصل الثاني. درسنا لليوم بعنوان ضرب عددين عشريين. ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول. أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف. أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو، وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون. فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون، رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو، وبتمنى إنكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كتير. وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ. نشاط واحد: احتفالا بيوم الشجرة الذي يصادف في الخامس من كانون أو الخامس عشر من كانون الثاني من كل عام. قامت إحدى البلديات بعمل أحواض مستطيلة الشكل، طول كل منها 3.4 متر وعرضها 2.6 متر حول كل شجرة زيتون تمت زراعتها في هذه المناسبة. احسب مساحة كل حوض من هذه الأحواض. طبعا عشان نحسب المساحة رح نضرب المساحة بتساوي الطول في العرض، فبالتالي الطول عبارة عن 3.4، العرض 2.6. طبعا ممكن انه نضرب هدول العددين العشريين مباشرة زي ما عملنا في الدروس السابقة، نضرب العددين بدون فواصل اللي هما 34 و26، بعدها نضيف الفواصل للعدد الناتج. ولكن ممكن اني احول العددين العشريين هدول الى عددين كسريين، فالثلاثة واربعة من عشرة بتصير 3.4، والاثنين وستة من عشرة بتساوي 2.6. فبالتالي لما نحول هذا العدد الكسري الى عدد او الى كسر عادي ايش راح يصير؟ 10 × 3 = 30 + 4 = 34، 34/10، و2 × 10 = 20 + 6 = 26. فبالتالي لما نضرب عددين كسريين أو لما نضرب كسر ضرب كسر، البسط في البسط والمقام في المقام، 34 × 26 بيطلع عندي 884. 884 على 100، هذا الكلام بيساوي 8.84/100، يعني هذا الكلام بيساوي 8.84/100، لأن 84 على 100 هي عبارة عن 84/100 لما بدنا نكتبها على صورة عدد عشري. طبعا بنلاحظ انه 3.4 ضرب 2.6 طلع عندي الجواب 8.84/100، يعني هنا عندي خانة عشرية وهنا عندي خانة عشرية، طلع عندي الجواب خانتين عشريات. يعني زي ما حكينا في الدرس قبل هيك، عدد الخانات العشرية في الأعداد المضروبة هو نفس عدد الخانات العشرية في الأعداد أو في العدد الناتج. إذن ما العلاقة بين عدد المنازل العشرية في الناتج وفي العددين العشريين المضروبين؟ طبعا تساوي، علاقة تساوي عدد الخانات في العددين المضروبين بيساوي عدد الخانات في العدد الناتج. هنا عندي خانة وخانة يعني تنتين، وهنا عندي خانة وخانة يعني عندي تنتين، فعندي خانتين عشريات. إذن أتعلم لضرب عدد عشري في عدد عشري آخر، فإننا نضرب كما في الأعداد الصحيحة، يعني بنضرب العددين في بعض زي كأننا بنضرب عددين في بعض، يعني بنضرب 34 في 26 زي كأنه ما فيش فواصل عندي، ونضع الفاصلة العشرية في الناتج بحيث يكون عدد المنازل العشرية مساويا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين.
يعني بنشوف قديش مجموع المنازل العشرية في العددين المضروبين كم خانة عشرية موجودة، وبنحط الفاصلة بعدهم في الناتج. نيجي للنشاط 2، أتأمل وأناقش. عند 2.4 ضرب 8، لاحظوا إنه 2.4 لما نضربها في 8 بيطلع الناتج 1.92. يعني 1.92 الناتج أقل من 2.4، لأنه إحنا عارفين إنه 2.4 لما نضربها في عدد أقل من الواحد، اللي هو عدد عشري أقل من الواحد أو كسر أقل من الواحد، رح يطلع عندي رقم أصغر منها. بينما لما نضرب 2.4 في رقم أكثر من الواحد، فبالتالي إشي طبيعي إنه الجواب رح يطلع أكبر من 2.4. فبالتالي عند ضرب العدد العشري بكسر عشري أكبر منه يكون، أو أكبر من الواحد يكون الناتج أكبر من العدد العشري الأول، وعند ضرب العدد العشري بكسر عشري أو بعدد عشري أصغر من الواحد يكون الناتج أقل من العدد العشري الأول. يعني لما ضربنا 2.4 بعدد أقل من الواحد، اللي هو كسر عشري أقل من الواحد، فبالتالي الناتج رح يطلع أقل من 2.4. بينما لما نضرب 2.4 في عدد أو في كسر عشري أكبر من الواحد، رح يطلع عندي الناتج أكبر من 2.4. فهذا الإشي منطقي وبديهي. نيجي الآن لنشاط 3، أجد ناتج ما يأتي. طبعا عشان نجيب الناتج هدول، ضرب هدول العددين العشريين، لازم نضربهم بدون فواصل، يعني بنتخيل إنه الفاصلة مش موجودة. 121 ضرب 23. طبعا عشان نضرب عدد من 3 خانات في عدد من خانتين، بنضرب بالأول العدد الأول في كل العدد اللي فوق، بعديها بننزل خانة وبنحط 0، ونضرب العدد الثاني في كل الأعداد اللي فوق. 3 ضرب 1 3، 3 ضرب 2 6، 3 ضرب 1 3. بننزل خانة وبنحط إشارة الزائد وبنحط 0 عشان نزلنا خانة وبدنا نضرب العدد الثاني. 2 في 1 2، 2 في 2 4، 2 في 1 2. الآن بنجمع العددين اللي طلعوا معي عشان نجيب ناتج عملية الضرب. 3 و0 3، 6 و2 8، 3 و4 7، 2 بتنزل زي ما هي. فهذا هو الناتج. الآن بدي أشوف وين بدي أحط الفاصلة العشرية. عندي هنا خانتين عشريات، وعندي هنا خانة عشرية، يعني بدي أحط الفاصلة بعد 3 خانات عشرية، يعني حيكون الجواب 2.783. فهذا هو الجواب اللي رح يطلع عندي، 2.783. نيجي لباء، نفس الحاجة، عندي عدد من 4 خانات وعدد من 3 خانات رح نضربهم في بعض. نفس الطريقة، حنضرب العدد الأول في العدد الكبير كله. 3 في 4 12، 2 في اليد 1، 3 في 0 0 زائد 1 بيطلع عندي 1، 3 في 1 بيطلع عندي 3، 3 في 2 بيطلع عندي 6. بننزل خانة بنحط إشارة الزائد وبنحط 0، بنضرب، بنيجي الآن للصفر اللي هو العدد الثاني، حنضربه في كل الرقم. 0 في 4 0، 0 في 0 0، 0 في 1 0، 0 في 2 برضو عندي 0. طيب نيجي الآن للعدد الثالث اللي هو 6، حننزل كمان خانة بنحط إشارة الزائد وبنحط 0، كل ما ننزل لتحت بنضيف كمان 0. هنا حطينا 0 1، هنا رح نضيف 0، وبعديها بنضرب 6 في العدد كله.
ستة في أربعة أربعة وعشرين في اليد اتنين. ستة في صفر صفر واتنين بيطلع عندي اتنين. ستة في واحد ستة، وستة في اتنين بيطلع عندي اتناش. فبالتالي هذه الأعداد اللي بتطلع عندي. الآن لازم نرتب الأعداد تحت بعض عشان ما نتخربطش. فبالتالي اتنين وصفر وصفر، الآن رح نيجي نجمع التلات أعداد اللي طلعوا معي. اتنين وصفر وصفر بطلع عندي اتنين، واحد وصفر وصفر بطلع عندي واحد، تلاتة وصفر وأربعة بيطلع عندي سبعة، ستة وصفر واتنين بيطلع عندي تمانية، وبتنزل الستة والاتنين والواحد زي ما هما. فهذا هو الرقم اللي رح يطلع عندي. طيب الآن وين بدي احط الفاصلة العشرية؟ نيجي نشوف كم خانة عشرية موجودة عندي. هنا هنا عندي ثلاث خانات وهنا عندي خانتين، يعني هحط الفاصلة العشرية بعد خمس خانات، يعني الفاصلة العشرية راح تكون موجودة هان بعد خمس أرقام. فبالتالي الجواب راح يطلع عندي 12 و68712 من 100,000. هذا هو الجواب اللي راح يطلع عندي. نيجي الآن لجيم 2.18 من 100 ضرب 3.4 من 10. بنفس الطريقة رح نضرب 218 ضرب 34. طبعا هذا الاشي بياخد وقت شوية. 4 في 8 بيطلع عندي قديش؟ 32. 2 وفي اليد 3. 4 في 1 4 و3 7. 4 في 2 8. بننزل تحت بنحط اشارة الزائد وبنضيف صفر عشان نضرب الثلاثة في العدد كله. 3 في 8 بيطلع عندي 24. 3 في 1 3 زائد 2 5. 3 في 2 بيطلع عندي 6. الآن رح نجمع العددين مع بعض. 2 و0 بيطلع عندي 2. 7 و4 11. 8 و5 13 1 14. 6 و1 بيطلع عندي 7. فهذا هو الجواب الناتج 7412. طيب الآن رح نيجي نشوف وين بدنا نحط الفاصلة العشرية. هنا عندي خانتين عشريات وهنا عندي خانة، يعني الناتج لازم يكون فيه 3 خانات عشرية، فإذا ما حنحط الفاصلة في هذا المكان. نيجي الآن لدال 6.21 من 100 ضرب 2.13 من 100. فأيضا هنا عندي 3 أعداد مضروبة في 3 أعداد. حنضرب العدد الأول 3 في 1 3، 3 في 2 6، 3 في 6 بيطلع عندي 18. هننزل خانة هنحط إشارة الزائد وصفر. 1 في 1 1، 1 في 2 2، 1 في 6 بيطلع عندي 6. هننزل كمان خانة وحنحط صفرين وبعديها هنضرب الاثنين في العدد. 2 في 1 2، 2 في 2 4، 2 في 6 12. الآن بعد ما جبت الثلاث أعداد هنجمع هدول الأعداد 3 و0 و0 3، 6 و1 7، 8 و2 و2 بيطلع عندي 12، 1 و1 2، و10 6 و4 اللي هم 10، ف2 و10 بيطلع عندي 12، 2 و1 بيطلع عندي 3، وال1 بتنزل زي ما هي. الآن بدي أشوف وين بدي أحط الفاصلة العشرية. عندي هنا خانتين عشريات وهنا خانتين، يعني الناتج لازم يكون في 4 خانات عشرية، إذا ما حنحط الفاصلة بعد 4 خانات عشرية، يعني بعد 4 أرقام. فهذا هو الجواب اللي رح يكون موجود عندي. فهنا رح يكون عندي الجواب 7.412 من 1000، وهنا رح يكون عندي الجواب 13.2273 من 10,000. فبالتالي هذا هو الجواب اللي رح يطلع معي. فبالتالي اني اعرف ضرب الاعداد هذا الاشي مهم جدا جدا عشان نحل هذه الاسئلة. نيجي الان لنشاط 4. باع جميل 16.5 كيلوغرام من الجبن، ثمن الكيلوغرام الواحد 4.5 دينار، ما ثمن ما باعه من الجبن؟ طبعا عشان نجيب ثمن اللي باعه من الجبن، هو باع 16 كيلو 16.5، كل كيلو حقه 4.5 دينار. فبالتالي رح نضرب عشان نجيب ثمن الجبن عدد الكيلوغرامات ضرب ثمن الكيلوغرام الواحد اللي هو 4.5.
طيب لما نضرب 16 ونص ضرب 4 ونص، يعني زي كأنه ضربنا 165 في 45، صح ولا لا؟ لأنه رح نضرب بدون فواصل. 5 في 5 بطلع عندي 25، 5 في 6 30 زائد 2 32، 5 في 1 5 و 3 8، 4 في 5 20. فهنحط طبعا لما ننزل خانة لازم نحط صفر، بالتالي عندي 20، هنا عندي صفر وفي اليد 2، 4 في 6 24 زائد 2 بيطلع عندي 26، 4 في 1 4 زائد 2 بيطلع عندي 6. فإذا لما نيجي نجمع هذه الأرقام 5 و 0 بيطلع عندي 5، ال 2 راح تنزل زي ما هي، 8 و 6 بيطلع عندي 14، 6 و 1 بيطلع عندي 7. يعني الجواب راح يكون 4 7 2 5. طيب وين راح نحط الفاصلة العشرية؟ راح نشوف كم خانة عشرية عندي في الأعداد المضروبة، عندي خانة وخانة يعني خانتين، يعني هنحط الفاصلة العشرية بعد خانتين. هذا هو الجواب اللي بيطلع عندي. طيب نيجي الآن لنشاط خمسة. نشاط خمسة بيحكي لي حديقة مربعة الشكل، طول ضلعها 38.4 متر، احسب مساحتها. طبعا مساحة الحديقة بتساوي طول الضلع ضرب نفسه اللي هو 38.4 من عشرة ضرب 38.4 من عشرة. طبعا عشان نجيب الحل لهذا السؤال لازم نضرب 384 ضرب 384، لأنه لازم نضرب العددين بدون الفواصل. بعديها رح نضيف خنتين عشريات للناتج، يعني رح نحط الفاصلة بعد خنتين عشريات للناتج، لأنه هنا عندي خانة وهنا عندي خانة. طبعا بنلاحظ أنه هذا عبارة عن ضرب لتلت أعداد ضرب تلت أعداد، فبالتالي حنبدأ في العدد الأول. 4 في 4 قديش؟ 16. 4 في 8 32 و 1 33. 4 في 3 بيطلع عندي 12، 12 زائد 3 بيطلع عندي 15. بننزل خانة بنحط صفر وبنيجي للعدد الثاني اللي هو 8. 8 في 4 32، 8 في 8 64 زائد 3 بيطلع عندي 65. 8 في 3 بيطلع عندي 24، 24 زائد 6 بيطلع عندي 30. فبالتالي لازم نضرب شوية شوية وعشان ما نتخربطش في الأرقام. بعديها رح ننزل كمان خانة ونحط صفرين، لأنه كل خانة بننزلها لازم نزيد صفر. نيجي الآن للرقم الثالث اللي هو 3. 3 في 4 بيطلع عندي 12، 2 وفي اليد 1. 3 في 8 24 و 1 25. 3 في 3 9 وفي اليد موجود عندي 2، فراح يطلع عندي الجواب 11. إذن الجواب اللي راح يطلع عندي هو عبارة عن مجموع الثلاث أرقام 6 5 3 و 2 5 12 2 في اليد 1 1 1 2 و 5 7 3 و 1 بطلع عندي 4، وهنا عندي الواحد بتنزل زي ما هي، يعني بنجمع الثلاث أرقام اللي موجودين عندنا. إذن هذا الناتج راح يطلع عندي هنا خانة عشرية وهنا خانة عشرية، يعني راح نحط الفاصلة بعد خانتين عشريتين. إذن هذا هو الناتج اللي راح يطلع عندي بعد ما نحط الفاصلة بعد خانتين عشريتين. طيب نيجي الآن لنشاط ستة. أقرب الأعداد العشرية لأقرب عدد صحيح وأجد الناتج. يعني راح نقرب الأعداد العشرية هذه لأقرب عدد صحيح ونجيب الإجابة. طبعا الستة فاصلة تمانية من عشرة، لأنه التمانية من عشرة أكبر من خمسة من عشرة، فبالتالي راح نقربها لفوق راح تصير سبعة. بس الأربعة وعشرين فاصلة تلاتة من عشرة، لأنه التلاتة وعشرين التلاتة من عشرة أقل من خمسة من عشرة اللي هي نص، فبالتالي راح نقربها للأسفل فحتصير أربعة وعشرين. فدائما لما يكون عندي اللي هو العدد العشري أكبر من نص راح نزيد واحد، راح نزيد العدد واحد. إذا كان أقل من نص راح ننقص من العدد واحد.
فسبعة ضرب 24 بيطلع عندي الجواب 168. طبعا هذا الحل بتقريب الأعداد العشرية. 12.6%، طبعا 6% أقل بكتير من 5/10، فبالتالي حيصير العدد 12 لما نقربه. 19.5 بما أنه موجود عند النص، سواء النص أو أكتر بنقربه بإضافة واحد، يعني 19.5 بتصير 20، بس أقل من النص بشحطة صغيرة راح يصير عندي العدد، راح ينقص عندي واحد، يعني راح يصير 19، بس لأنه فاصلة 5/10 فبالتالي اعتبرنا 20 فضفنا واحد على 19. 12 ضرب 20 بيطلع عندي الجواب 240 زي ما احنا شايفين. نيجي الآن لحل التمارين والمسائل. أضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب ليصبح الناتج صحيحا. طبعا بدنا نشوف عدد الخانات العشرية في الأعداد المضروبة وعدد الخانات العشرية في الأعداد الناتجة. هنا عندي خانة عشرية وخانة عشرية، يعني الفاصلة راح تكون بعد خانتين عشريات. هنا عندي ثلاثة وهنا عندي خانة عشرية واحدة، يعني الفاصلة راح تكون بعد أربع خانات عشرية، يعني راح تيجي بعد الستة. هنا عندي خانتين عشريات وهنا خانة، يعني الفاصلة راح تيجي بعد ثلاث خانات عشرية. هنا عندي خانتين وخانة، أيضا الفاصلة راح تيجي بعد ثلاث خانات عشرية. فلازم يكون عدد الخانات العشرية في الأعداد المضروبة نفس عدد الخانات العشرية في الأعداد الناتجة. 2. أجد الناتج وأتحقق باستخدام الآلة الحاسبة. طبعا زي ما حكينا، لما يكون في عندي ضرب عدد عشري في عدد عشري لازم نضرب التنين زي كأنه ما فيش بيناتهم فواصل، يعني زي كأنه بنضرب 74 ضرب 25، فرح نيجي نضرب العددين ونشوف الناتج قديش رح يطلع عندي. 4 في 5 رح يطلع عندي 20، 0 وفي اليد 2، 5 في 7 رح يطلع عندي 35 و 2 37. نيجي الآن للخانة الثانية وللعدد الثاني، حنحط 0 بالأول، 2 في 4 بطلع عندي 8، 2 في 7 بطلع عندي 14. نيجي نجمع الخانتين، هنا راح يطلع عندي 0، هنا راح يطلع عندي 7 و8 15، 3 و1 4 و4 8، وهنا عندي الواحد راح تنزل زي ما هي، يعني راح يطلع عندي الجواب 1850. طيب وين راح نحط الفاصلة العشرية؟ راح نحطها بعد خانتين. ليش؟ لأنه هنا عندي خانة عشرية واحدة وهنا خانة عشرية واحدة، فبالتالي راح نحط الفاصلة بعد خانتين عشريات. بنفس الطريقة راح نحل الأسئلة اللي بعديها نفس ما تعلمنا ونفس ما أخذنا في الأنشطة اللي أخذناها في الدرس. فهنا عندي لو ضربنا 405 ضرب 31 راح يطلع الجواب 12555. طيب وراح نحط الفاصلة العشرية؟ هنا عندي خانتين وهنا عندي خانة، يعني راح نحط الفاصلة بعد ثلاث خانات عشرية. نفس الطريقة 6008 ضرب 423 بيطلع عندي الجواب 254,000 أو 2,541,384. طيب وين بدنا نحط الفاصلة العشرية؟ هنا عندي ثلاث خانات وهنا عندي خانتين، يعني راح نحطها بعد خمس خانات عشرية، واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، راح نحط الفاصلة بعد خمس أرقام. طيب 316 ضرب 84 قديش بطلع الناتج؟ راح يطلع 26,544. فلو ضربنا هدول الرقمين بدون فواصل هذا الناتج اللي راح يطلع. طيب وين بدنا نحط الفاصلة الآن؟ بدي أشوف كم خانة عشرية موجودة عندي. هنا عندي خانتين وهنا خانة، يعني راح نحط الفاصلة بعد ثلاث خانات عشرية. ولكن أنتوا ضروري تتدربوا على عمليات الضرب وتشوفوا هل الأرقام الناتجة راح تطلع زي ما هي ولا لا. طيب نيجي الآن لسؤال ثلاثة. سؤال ثلاثة بيحكي لي
أقرب الأعداد العشرية لأقرب عدد صحيح ثم أجد الناتج. طبعا 3.2 بما أنه 2 أقل من 5، فبالتالي هتصير تقريبا 3، و2.7 لأنه 7 أكبر من 5، فراح تصير 3. فبالتالي الرقمين هدول بيصيروا 3 × 3 واللي هو بيطلع 9. 7.2 يعني 2 يعني نسبة صغيرة جدا جدا، أقل من 5 بكتير. فبالتالي هذا راح نقربها لـ7، و5.1 أيضا الـ1 أقل من 5، فراح نقربها لـ5. فـ7 × 5 بيطلع عندي الناتج تقريبا 35. فهذا هو ناتج هذه العملية تقريبا. طيب نيجي الآن لسؤال 4. قطعة أرض مربعة الشكل محيطها 132.5 متر أحيطت بسياج من جهاتها الأربعة، فإذا كان ثمن المتر الواحد من السياج 2.5 دينار، احسب كلفة السياج. طبعا عشان نجيب تكلفة السياج، السياج راح يكون على محيط قطعة الأرض، يعني محيط قطعة الأرض لو ضربناه بسعر المتر الواحد راح يديني تكلفة السياج الكلية. إذن كلفة السياج تساوي محيط القطعة اللي هي قطعة الأرض ضرب ثمن المتر الواحد، اللي هو بيساوي 132.5 ضرب 2.5 دينار. طبعا عشان نضرب هدول العددين العشريين الموجودات عندي، لازم نضرب 1325 × 25، يعني لازم نشيل الفواصل ونضربهم وبعدين نحط الفواصل. فالنتيجة راح تطلع عندي لما نضرب 1325 × 25، راح تطلع عندي النتيجة 33125. طيب الآن وين بدنا نحط الفواصل؟ وين بدنا نحط الفاصلة في العدد الناتج؟ هنا عندي خانة عشرية وهنا خانة عشرية، يعني راح نحط الفاصلة بعد خانتين عشرية، فراح يطلع الناتج 331.25 دينار. فبالتالي لازم نضرب 1325، طبعا بدون فواصل، ضرب 25. طبعا راح نضرب هدول الرقمين في بعض، وبعديها راح نحط الفاصلة بعد خانتين عشرية زي ما تعلمنا خلال الدرس. طيب نيجي الآن لسؤال 5. بيقول لي بركة منزلية مستطيلة الشكل طولها 9.5 متر وعرضها 4.8 متر، احسب مساحة البلاط اللازم لتبليط أرضية البركة. طبعا عشان نجيب المساحة، يعني زي كأنه بدنا نجيب مساحة البركة لأنه هي نفسها مساحة البلاط اللي راح يلزمني عشان أبلط البركة. طيب مساحة البركة هتساوي الطول ضرب العرض، يعني 9.5 × 8 أو 4.8. طيب معنى هذا الكلام إنه عشان نضرب هدول العددين ونجيب الناتج، لازم أضرب 95 × 48. طبعا عشان نضرب عددين، راح نضرب الأول العدد الأول في كل اللي موجود عندي في العدد الأول اللي فوق. 8 × 5 بيطلع عندي 40، 8 × 9 بيطلع عندي 72، زائد 4 = 76. ننزل الآن خانة نحط 0 ونضرب 4 × 5 بيطلع عندي 20، 4 × 9 بيطلع عندي 36، زائد 2 بيطلع عندي 38. فنيجي الآن نجمع الأعداد اللي موجودة عندي. 0 و0 راح يطلع عندي 0، 6 و0 راح يطلع عندي 6، 7 و8 راح يطلع عندي 15، 1 و3 راح يطلع عندي 4. إذن الجواب راح يطلع 4560. طبعا هذا الإشي قبل ما نحط الفاصلة العشرية. الآن نيجي نشوف وين بدنا نحط الفاصلة بعد أكم خانة. عندي هنا خانة عشرية واحدة وهنا خانة عشرية واحدة، يعني راح نحط الفاصلة بعد خانتين عشريتين. فهذا هو الجواب اللي راح يطلع عندي، 45.6 متر.
مربع. هذا هو مساحة البلاط اللي أنا محتاجه. نيجي الآن لسؤال أفكر. اشترط سهير علبتين من الحلويات، كتلة الأولى 2.45 من 100 كيلوغرام، وكتلة الثانية 1.75 من 100 كيلوغرام. فإذا كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الحلويات 7.8 دينار، فكم دينارا تدفع ثمن العلبتين؟ أجد الناتج بطريقتين. طيب الطريقة الأولى عشان نجيب اللي هو الناتج اللي موجود عندي، أنا عارف كتلة العلبة الأولى وكتلة العلبة الثانية، لو جمعت الكتلتين مع بعض بيطلع لي قديش كتلة الحلويات الكلية. يعني كتلة الحلويات هذه الطريقة الأولى طبعا بتساوي 1.75 من 100 زائد 2.45 من 100. فالآن عشان أجيب كتلة الحلويات اللي هي بتطلع عندي قديش، لو جمعنا هدول الرقمين بيطلع عندي 4.20 أو 4.2. طيب الآن بعد ما جبت هذا الرقم اللي هو كتلة الحلويات بالكيلوغرام اللي هي العلبة الأولى والتانية، لما نضربه بسعر الكيلو الواحد اللي هو 7.8 رح يديني قديش السعر الكلي للعلبتين من الحلويات. فبالتالي لازم نضرب 4.2 في 7.8، يعني لازم نضرب بالأول 42 ضرب 78 ونشوف قديش الناتج، بعدها نحط الفواصل العشرية. طبعا لما نضرب 42 في 78 بيطلع عندي الناتج 32 أو 3276. طبعا هو بيطلع 32 وبعديها بنحط الفاصلة العشرية. ليش؟ لأنه هنا عندي خانة عشرية وهنا عندي خانة عشرية، فبالتالي حنحط الفاصلة بعد خانتين عشريتين، فبالتالي هذا راح يكون سعر علبتين الحلوى أو اللي هو العلبتين من الحلوى اللي هو سعر 4.2 كيلوغرام. الطريقة الثانية إني أضرب كتلة العلبة الأولى اللي هي 2.45 من 100 ضرب سعر الكيلو الواحد اللي هو 7.8 وأجمع لها كتلة العلبة الثانية اللي هي 1.75 من 100 ضرب 7.8. فلازم نعمل عملية ضرب ولازم نعمل بعديها عملية ضرب، لأنه بدي أجيب سعر العلبة الأولى وسعر العلبة الثانية. فلو ضربنا هدول العددين في بعض رح يطلع الناتج 19.11 من 100 زائد 13.65 من 100. طبعا بنلاحظ انه هذه هي سعر العلبة الأولى وهذا هو سعر العلبة الثانية، فبالتالي لما نجمع سعر العلبتين رح يطلع عندي الناتج نفس الناتج اللي حسبناه بالأول 32.76 من 100 دينار. فهذا هو ناتج سعر العلبتين. أصدقائي الأعزاء، هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم. بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة إذا أنتوا مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات. أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكوا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حابب يدعم القناة، احنا فعلنا ميزة الباتريون، فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو، حتفيدكوا كتير. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء جديد. We'll be right back.